بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله طلابي وطالبات الأعزاء، تابع دورتنا مايكروسوفت أكسس 365، واليوم راح نأخذ كيف ممكن نرتب القيم من الكويري نفسه، من داخل الكويري. يعني مثلا هذا الكويري عملته المرة الماضية اللي هو بيانات الموظفين الأساسية. لاحظوا مثلا عندي الشهادة الجامعية، لو بدي أرتب هاي البيانات ففي عندي هون ascending و descending، تصاعد وتنازلي، لكن أنا بدي أعلمهم كيف ممكن أرتبها من خلال الكويري نفسه، طيب أفوت جوا التصميم ونشوف الشهادة الجامعية. لاحظوا في عندك هون إشي اسمه sort، لو تضغط وافتح هون في عندك ascending descending و not sorted، تصاعد وتنازلي و من دون اي شيء. فانا عملت هون descending مثلا، تعال على run، وين الشهادة الجامعية؟ شوف كيف ارتبهم descending الى اخره. ممكن ارتب مثلا شيء ثاني، ممكن ارتب مثلا القسم بشكل اخر، هاي ascending مثلا، هاي run، هاي القسم برضو رتبته بشكل اخر، يعني عملت ترتيبين بنفس الوقت للقسم والشهادة الجامعية. تمام، خلينا مثلا نعمل شغلة بسيطة جدا، ألغي هاي not sorted وهاي not sorted، وهذا الوضع الطبيعي. الآن بدي أرتب بالنسبة مثلا لحقل التاريخ، التاريخ كأنه التعيين مش حاطه، أنا مش ضايفه، فكيف نعمل؟ عادي نرجع على view نشوف وين أيجد هاي تاريخ البدء، شايفينه؟ في جدول الموظفين، بس دبل كليك عليه نزل هون. عمرا هاي ضاف لي، الان بدي ارتب بالنسبه لتاريخ البدء، بس حق تاريخ البدء ما بدي اياه يظهر. يعني بدي اعمل كل الترتيب بالنسبه لتاريخ البدء، ولكن حق تاريخ البدء ما يظهر. بكل بساطه بقول له رتب لي هون، هاي سورت، انا على سورت، شوفوا وينها. بقول له يا سيدي العزيز descending، بس تشيل التشيك، ما تظهر لي هاي بكل بساطة، ما تظهر لي هاي. رتب بالنسبة لعمود التاريخ ولكن ما أظهر لي التاريخ. هاي هي طريقة ترتيب القيم وإظهارها في الكويري. يعطيكم ألف ألف عافية.